طيب حاج وعد، الآن أقرأ لك رواية عين الحياة الذي صححها المجلسي في كتابه أي بسند معتبر. أي قول المجلس في عين الحياة بسند معتبر لا يعني صحة الرواية. هي صححها المجلسي، لا هذا ما عالم ما كبير عندكم، ولا كبير علامة يا كبير، حبيبنا حبيبنا. ويقول بسند معتبر. إيه وين أروح أرمي يعني زين، الخلف ما يصير أنا يعني. أنا أنا أسألك سؤال الآن. أبو عبد الله الحاكم قال بسند مش معتبر على شرط الصحيحين، تقبلون كلامه؟ احنا نعرف الحاكم لا لا، كتابه للإنصاف يعني ايه، نعم لا كتابه للإنصاف اكتريته صحيح، جاوبني نعرف بإنصاف. نحن هو خلي الله لا قبال عينك، خلي الله بيني وبينك الله. أنتم لو قلت لك أن الحاكم صححه، بل الذهبي يقول الذهبي عندما قال الحاكم صححه وقال قال بل موضوع لعنة الله على واضعه. شوف مع إيه صحيح، بينما الحاكم مات ويرى طيب المجلس قال هذا ولكن معتبر. المجلس هذا عنده المجلس مرآة العقول وعنده عين الحياة، هذول كتب احنا يكتبوها العلم أقامة ابو من اديب، الكافي. العلم مو إيه؟ ذول الزعاطيط اللي منتشرين بالبثوث. احنا ناس نعم نحقق، صحيح. احنا ناس يعني. قال المجلسي بسند معتبر، اقول على راسي اجي افسخ السند. اذا السند صحيح اكو شيء اسمه المتن. ابو اديب الحديث يقسم الى قسمين، سند الروايه ومتن الروايه. فقد يكون السند صحيح ولكن المتن غير صحيح، وقد يكون السند غير صحيح وعلمائي وعلمائك. الحديث فيه فضل لعلي بن أبي طالب حاج وعد، لماذا؟ لأن لما نزل جبريل قال له يا محمد لا تسمع شكوى فاطمة، لأن علي مقامه أعلى يا حاج وعد، هذا هو نهاية الحديث معروفة. زين قرانا يعني سند الحديث ما والله. يقبل، ما يقبل جبريل يقول له لا تسمع شكوى فاطمة، دي الله هذا دقران حقه يعني. دقرانا والله سند الحديث، خلينا نشوفه. أنا أقرأ لك مباشرة لأني خلاص جبت لك تصحيح العالم لك مو قلنا لك على المجلس. التصحيح يا ابن الحلال، ها شلون يا ربي؟ مو سولفت لك يا بابا انا الحديث، أنا أعطيتك إياه قبل هالمرة. تريد اجيب لك شوف عين الحياة حسب ما فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي عليه السلام في حجر الجارية، ابن أبي طالب في حجر جارية. اي والله والله هاي رواياتكم يا حاج وعد، ايش يسوي بالحجر الجاري يا ممكن تقرا السند، ممكن تقرا السند الروايه تفضل. بس خليني اقرا لك الروايه، ما في اشكال. لا لا اقرا السند ثم اقرا الروايه، تفضل تفضل اقرا السند. فعلتها يا ابا الحسن. ايه اقرا السند يا رجل، اقرا السند، اقرا السند ثم تكلم في المتن، اقرا السند يا رجل. هاي رواياتكم مو من عندنا. نعم رواياتنا، فاقرا السند. الم تقل انه معتبر؟ اي اقرا هذا السند المعتبر تفضل. هو صحيح، انت لما تجيب لي من صحيح البخاري مصحح خلاص. اقرا السند، اقرا السند. لماذا تخاف؟ هل تخاف ان تقرا السند؟ هيا افحمنا بالسند المعتبر، افحمنا بالسند المعتبر، تفضل يا بطل تفضل. ابشر. عن ابي سعد عن الحسن بن عرفه عن وقيع عن محمد بن إيش بيه إيش بيه إيش بيه؟ عالم سني من علماءكم. ما هو سندكم يا رجل؟ إيشكم إيشكم؟ أنت المجلس وين روبي يا ذو الفقار؟ والله أنت والمجلسي روحوا يم وكيع، أنت والمجلسي بعد أكثر منها. روح بي اروح يا موكي اقول له ابو ايش انت هو يا حاج وعد النهايه. بابا انا مو عابد، انا مو عابد يا حبيبي. شاهد 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 شاهد، اخفض الصوت حتى اكمل هذا دقيقه. تفضل. هذا بحار الانوار للعلامه المجلسي. الحديث نقله من اين؟ نقله من علل الشرائح، عين علل الشرائح. عن الحسن بن عرفه، عن وكيع، من هو وكيع؟ سنتعرف عليه. عن أبي ذر رحمه الله رحمة الله عليه قال كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة، إلى آخر الحديث الذي قرأه. يقول أولا لا يعرف لأبي ذر هجرة إلى الحبشة، هذا أولا. هذا المتن انضرب. أي كمل. ثانيا
هذا كتاب المفيد من معجم رجال الحديث. الحسن بن عرفة من وجوه العامة مجهول. قار الثاني سير أعلام النبلاء للذهبي، هذه كتبكم. وكيع ابن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن حارس بن 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 الإمام الحافظ محدث العراق، هذا من أهل السقيفة منكم. نكمل كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. أزيدك حديث آخر حتى أقر عينك، أزيدك حديث آخر من كتب الشيعة. حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك عن ليث المرادي بن أبي بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال نفس الحديث. ها هو أمامك نفس الحديث بحار الأنوار. لا هذا حديث آخر، هذا نفس الحديث، ودققوا في السند. كل رجال سند هذا الحديث هم من السقيفة، فالرواية سنية ليست شيعية فتبخرت. يا ذو الفقار أحسن. طيب يا ذو الفقار، الآن هذا تصحيح المجلسي ونقيه بكتاب عين الحياة، هذا إيش نسيب يعني تصحيحه؟ ما لا حول ولا قوة إلا أخطأ رضوان الله تعالى عليه، أخطأ شو نسيب رجل غلط قابل هو بمعصوم. طيب عنا غير حديث أرمي خلف الجدار. لا خليك في هذا الحديث قبل أن تذهب إلى غيره، خليك في هذا الحديث. أنا أسألك سؤال، شنو تعرف عن وكيع؟ ها؟ والله هو المجلس يقول بسند معتبر يعني. أيوة. ايش شوف هذا اللي راح اسالك سؤال، راح اقرا لك شيء واقرا لك ورا اسالك فرد شيء. هذا سير اعلام النبلاء لامامك الذهبي، امامك الذهبي هذا تلميذ ابن تيميه، هذا سير اعلام النبلاء. شوف ماذا يقول عن هذا الامام وكيع بن الجراح بعد ان يتكلم عن عبادته ويقول يصوم الدهر، قلت هذه عبادة يخضع لها ولكنها مثل امام من الائمه الاثريه مفضوله. شوف الى ان يقول يقول وصح انه يقرا القران في اقل من ثلاث ايام يقرا القران. عجيب يعني شنو هالامامه هاي؟ والدين يسر ومتابعه والسنه اولى، فرضي الله عن وكيع واين مثل وكيع. ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفه الذي يسكر الاكثار منه، فكان متاولا في شربه ولو تركه تورعا لكان أولى به. سؤال لك وكيع، من لما روى هذا الحديث كان سكران لو صاحي؟ هذا منه لحظة سيد مو النبيذ نفسه اللي يتكلم عنه. لحظة يا وينك وينك يا زعتوت؟ سؤالي لك كان سكران لو صاحي لما روى هذا الحديث، شلون تثبت لي انه ما كان سكران؟ يلا اتحداك. يا استاذ ميسم هذا تقول له للمجلسي هو كان يعرف؟ لا 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 ما له علاقه بالمجلسي، هذا هذا رجل سني وهاي ترجمته من علماء المجلس ما يدري بي. اسمعني المجلسي ما يعرف بي، انا اعرف بي، انا اعرف بي سكير شراب خمر يتطاطح بالشارع ويوميا طايح بالخيس على وجهه. فسألك روى هذا الحديث هو سكران نايم بالخيسة لو هو صاحي؟ يا بس المجاري نفسه المجاري اللي يتكلم عنه الذهبي نفسه سيد ميسم. بس لحظه خليني اتاكد. نعم هو نفسه وكيع. سيد شنو يتطاطح؟ يتطاطح شنو؟ يتطاطح يعني يروح يمين ويروح شمال وبعد ذلك مين يروح يطيح بالمجاري. هاي معظم السكارة هالشكل. فسؤالي هو روى هذا الحديث هو سكران نايم بالخيسة بالمجاري يعني لو هو صاحي وقاعد لابس ثياب نظيفة؟ وهذا وكيع ليش رويتوها؟ سيدنا هذا ثقة عندهم وكيع امام يقرا القران في ثلاث ايام بس ما ادري يعني. يا ابو كريم يقول يقرا القران في ثلاثة ايام بس ما ادري يعني من يقرا القران هم صاحي ولا سكران؟ لانه هو يوميا يشرب، هو يوميا يشرب يعني يقرا القران هو سكران؟ هاي الروايات ليش موجودة عندكم بكتبكم؟ هاي رأس على يقول كان يصوم الدهر يعني بالنهار صايم وبالليل يجيب له البطل ويقعد. يقول ليش هذه الأحاديث موجودة في كتبنا وأنتم لماذا عندكم أحاديث أن النبي يريد أن ينتحر إلى آخر من هذه الأحاديث؟ لماذا وراها البخاري مثلا؟ لماذا توجد في البخاري؟ يحرقوا هذه الأحاديث. هاي غير يا حبيبنا أبو أديب يوجد في أحاديثكم أن عائشة كانت تشوف جارية وتصطاد بها شباب من قريش، فلنقول لماذا موجود؟ أحسنت أحسنت نفس الشيء هي هاي
زين هذا لما مات ليش نشره وخلى وعد اللامي يبثه؟ المفروض هذا في عنده حديث اخر لما شدت على صوب يا بقى الان مو قلت حديث. خلينا احنا نسال، خلينا انا اسالك سؤال بس، انا عندي روايات اريد اقراها وانت صحح ما عندي اشكال، ارميها بخلف الجدار ما عندي اشكال. هاي رميت اول وحده وتصحيح المجلسي ومعتبر، رمينا كله خلف الجدار ما عندي اشكال. خلينا نرمي الروايات نشوف كم روايه نرميها خلف الجدار. فقط فقط اخي العزيز معلومه اضيفها لك حتى تكون مرتاح واتيك من الاخر. دقيقه 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 دقيقه، معلومه اقولها لك حتى تكون مرتاح، ساتيك من الاخير. اي حديث جاء فيه ان الزهراء وأمير المؤمنين يغضب عن احد يغضب من الاخر او تخدش في عصمتهم، كل هذه الأحاديث نأخذها ونضرب بها عرض الجدار، لا قيمة لها، حتى وإن رواها مليون مجلسي ومليون معمم ومليون كتاب لا قيمة لها، لأننا الشيعة نعتقد أن الإمام علي عليه السلام والزهرة والأئمة المعصومين معصومين من الخطأ، فأي حديث تأتي به حتى وإن كان لهم مليون سند لا قيمة له، فلا تتعب نفسك تخرج أحاديث، أخرج ما تشاء لا قيمة لها، حتى وإن كتبوا بماء الذهب حديث صحيح. اللي فهمت؟ تفضل.